مؤسسة الوطن قامت باعتقال التاريخ 1/3/2006 اتهموني بأنه أنا ضد قوات الحرس الوطني. زين هو يعني شلون مثلا صار هجوم عليهم وبعدين اجوا؟ الظاهر انهم مضروبين اثناء نفس وقت الضربه دخلت انا البيت فقام باعتقالي. زين شلون الطريقه اللي اجوا اخذوها؟ الطريقه قام بدفر البور. اي عصبوا عيوني وشدوا يدي واقتادوني في الشارع مشي. زين اثناء الاعتقال قالوا لك احنا ليش جاي نعتقلك واضبحوا؟ نعم قالوا. مجرد اخذوك؟ مجرد بس اخذوك. سب وشتم. زين شلون هي المكان اللي هم بعيد عن البيت، هم محتلين بيوت مدنيه؟ نعم قاعده مالتهم. قاموا احتلال بيوت مدنيه ودخلونا احد هذه البيوت. زين بالطريق شلون اخذوك؟ بسياره لو؟ اقتادونا مشيا، لكن كانوا نتمشى بين الصبات الكونكريتيه. اي كانت كل ما هناك صبه يرتطمون بهذا الصب. يعني مشوك بطريق بحيث ترتطم بالصبات. أيه. بعدين من اسقط الارض ينعتون بالاثول. لماذا لا ترى طريقك؟ في حين انا موثق الايدي ومعصوب الايدي. بعد ما اقتادوني اجلسوني في حديقه بيت. أيه. يعني ثم قاموا ضباط الجيش قاموا بركلي وسبي وشتمي، ركل على الراس وعلى الظهر، حتى اني احسست ان واحده اضلعي قد كسرت. بدون ما يسألوك أي سؤال؟ بدون أي سؤال، بدأوا ما أعرف شنو التهمة أصلاً. ومن ثم بعد أكثر من 10 دقائق اقتادوني بالضرب والشتم، ثم جلسوني في حمام البيت. هم الجيش العراقي؟ نعم. ضرب شلون؟ ضرب بالكيبلات. كيبلات؟ الكيبل شلون؟ يعني الكيبل كيبل اعتيادي؟ كيبل نوعية 3 فيز ثقيل. كان الثري فيز الغطاء الأسود الخارجي مرفوع وكان ملفوف ومطوي طوي تام وشادين بعض العقد به لكي يؤدي يعني لعملية تأدية السجن أكثر. مسوين عقد على طول؟ على طول. الاثنين يضربون وإذا تعبوا هذا الاثنين ينهبون على الاثنين البقية. يعني مو ما كان تصرف فردي من الجنود؟ لا كان شغله منظم. شغله منظم، انه حالات التعذيب لافراد الشعب العراقي من قبل الجيش كانت منظمه وباوامر من الامريكان مباشره، بدليل انه عنده حاله التعذيب وكنت كانما انازع الروح بالحمام والضرب شديد على ظهري. دخلوا علي الامريكان ففرحت كثيرا بدخول الامريكان، فوجدت الامريكان يعزلهم بتكمله الضرب. انطوهم اعاز من كلمه؟ انطوهم اعاز انه كونتيني. يعني قال كلمة كونتينيو هالشيء؟ نعم قال كونتينيو. زين أخذوا لك صور؟ الأمريكان أخذوا صور. تكلمت وياهم أنت عندك بعض الكلمات؟ تكلمت معهم أن أنا مجرد مهندس مجرد قريب بيت قريب القاعدة والناس قاموا بضربي. تكلمت وياهم بصورة سريعة بالإنجليزي، يعني قلت لعل الله يفكونا من أسر هؤلاء الجنود العراقيين، لكن ما قدموا لي مساعدة، فقط قالوا للجلاد كونتينيو كمل. زين طلبوا من عندك اي اسم صحيح لو لا؟ يعني لو فرض انه انت انطيت اسم صديق من اصدقائك، يعني مثلا انطيت اسمي اني، بهالحاله هاي تتوقع شنو اللي راح يسووه؟ يقومون باعتقالك بلا شك. على انه قالوا اعطونا اسماء حتى لو اسماء كاذبه، لغرض انه الظاهر انه الناس المسؤولين عنهم يريدون تحقيق كامل. فهذا التحقيق الكامل حتى لو ياخذهم بالكذب من من السجين حتى يرفعوه انه اخذوا معلومات كامله، فقال اعطوني معلومات حتى لو كذب، قلت له انا ما اكذب ما اقدر اعطيكم معلومات كذب.